السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: العنف وفوضى الميليشيات في العراق. يمكنكم التواصل معنا عبر أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تتيح لكم إرسال رسائلكم النصية لنقرأها في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود. الله يخليك جانب طرق النعاد والدشداشه البيضه. شوفهم الان امبراطوريات. عن من تتحدث انت الان؟ عندنا احزاب امكانياتها اعلى من الدوله العراقيه. احنا وين رايحين؟ اهلا بكم. منذ أن وطأت قدم أول جندي أمريكي أرض العراق، وطأت معها أقدام جهات مسلحة ليست حكومية، قدمت من خارج العراق وتربت وترعرعت في إيران تحديدا، ألا وهي الميليشيات المسلحة. منذ ذلك الحين وحتى الآن يعاني الشعب العراقي من إرهاب هذه الميليشيات وكثرتها وتنامي مستمر في قوتها التسليحية. فكيف انعكست سيطرة الميليشيات على العراق؟ من الناحية الاقتصادية، استطاعت هذه الميليشيات أن تسيطر على كثير من مفاصل الدولة، وبفضل غياب القانون عنها استطاعت أن تتحكم بكثير من الأموال في العراق. بحسب صحيفة العرب اللندنية، يقول مختصون في شؤون الجماعات المسلحة إن عدة ميليشيات في العراق باتت تواجه بالفعل أزمة مالية حادة، ويتمثل أحد حلولها في البحث عن موارد مالية بديلة، ذلك عبر الانخراط في أنشطة تجارية واقتصادية واستخدام ما تمتلكه تلك الميليشيات من نفوذ وسيطرة على الأرض في إنجاح تلك الأنشطة وضمان ربحيتها. أما من الناحية الأمنية فلا يحتاج الموضوع إلى شرح مطول، فمجرد أن يحتوي أي بلد في العالم على جماعات مسلحة تعمل خارج نطاق الدولة فهو بلد منهار أمنيا ويغيب عنه القانون. مشاهدينا الكرام، مجموعة من الأسئلة نطرحها في هذه الحلقة. نبدأ من: ما دور هذه الميليشيات في تعقيد المشهد الأمني في العراق؟ وما دور الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال في مواجهة هذه الميليشيات؟ وكيف استطاعت هذه الميليشيات من الاستحواذ على أسلحة تجعلها تضاهي قوة الجيش الحكومي كما صرح هادي العامري سابقا؟ وكذلك نأتي إلى نقطة خطف شيوخ عشائر خزرج في محافظة صلاح الدين وقتل 3 منهم على يد ميليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي، هي آخر أعمال الميليشيات في العراق، كيف يمكن أن تتوقف عند حدها؟ ونأتي إلى جانب المظاهرات، هل مظاهرات العراق ستنجح في إحباط المخطط الإيراني المتمثل بالسيطرة التامة على العراق عبر أدواتها؟ طبعا هذه طبعا مجموعة من الأسئلة التي نطرحها إن شاء الله في هذه الحلقة. نأتي إلى القضية الأخيرة التي شهدها العراق، وهي قضية محافظة صلاح الدين وعشائر خزرج والصراع مع ميليشيا العصائب. القوات الحكومية في محافظة صلاح الدين كثفت من تواجدها في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين طبعا للحد من التوتر الذي حدث. مصدر أمني قال إن قوة من الجيش والشرطة انتشرت منذ الصباح الباكر في قضاء الدجيل وقضاء بلد المجاور، لافتا إلى أن القوات انتشرت بكثافة على طريق بغداد صلاح الدين من أجل الحد من هذه التوترات. الذي شهد طبعا هذا المكان اختطاف 3 شيوخ من عشيرة خزرج، ثم قتلوا على يد ميليشيا العصائب كما تقول عشيرة خزرج، بينما نفت ميليشيا العصائب أن يحدث هذا أو أن حدث هذا الأمر من قبل أفرادها. بشكل عام في العراق هناك سيطرة من الميليشيات، هناك استحواذ كبير على السلاح الموجود، هناك استحواذ كبير على الاقتصاد الموجود. دخلت الآن الميليشيات إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة الانخراط بالعملية السياسية عن طريق حزب أو قائمة الفتح المتمثلة طبعا بزعيمها هادي العامري زعيم ميليشيا بدر، وكذلك الأفراد المنضوون ضمنه من الحشد الشعبي ومن الميليشيات التي جاءت معه. تغير جديد ربما قد يكون في العملية السياسية في حال دخلت الميليشيات إلى هذا الخط، وما الذي يمكن أن ينعكس على الواقع العراقي بعد السيطرة التي تابعناها قبل دخولهم في العملية السياسية؟ ما الذي يمكن أن يتغير إن كان هناك غطاء قانوني وإن كان هناك دعما ومساندة من قبل الحكومات المتعاقبة؟ فما الذي سيتغير في العراق إن دخلت الميليشيات بشكل رسمي إلى السلطة؟ طبعا الحديث عن هذه الميليشيات ودورها في العراق، القضية
يعني تتسع يوما بعد آخر. هذه الميليشيات الآن تابعنا وهي تتباهى وتستعرض عسكريا بكثير من الأحيان بقواتها، تتباهى بقواتها العسكرية واستعراضاتها المتكررة. زادت عدد أو أعداد هذه الميليشيات عن أكثر من 70 فصيل مسلح، ربما يصل هذا العدد إلى أكبر من ذلك، كما اعترف حيدر العبادي بها سابقا وقال لديه قائمة بأسماء الجماعات التي تعمل خارج إطار الدولة. ولكن حتى هذه اللحظة ومع الوعود المتكررة التي أصدرتها حكومة العبادي بخصوص تحجيم دور الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة وخرط هذه الميليشيات مع الأجهزة الأمنية، لم نرى أيا من هذا تحقق حتى هذه اللحظة. الوعود منذ أن جاء حيدر العبادي للسلطة عام 2014 لم تتغير هذه الاستراتيجية أو لم يتغير شيء على أرض الواقع، لأن التصريحات كانت وما زالت مجرد تصريحات. طبعا على عكس سابقه نور المالكي الذي يفتخر بكونه الداعم ومؤسس لكثير من الميليشيات، وهو طبعا يصنفه على أنها جهات مقاومة وهم يصنفون نفسهم كذلك، وبالتالي نور المالكي لم يخش يوما من الاعتراف بوجودها، بوجود هذه الميليشيات، لم يخش يوما من التصريح بدعمها وبمساندتها. الآن في محافظة صلاح الدين هذا الحدث الجديد الذي طرأ على الساحة، طبعا يأتي هذا الموضوع بسبب اشتباكات وقعت بين عشيرة خزرج وميليشيا العصائب بعد اتهام الميليشيا بالوقوف وراء عملية الخطف والاغتيال. طبعا العشيرة اتهمت ميليشيا العصائب، وأكد مصدر رفض مسلحي العشائر الانسحاب من الشوارع قبل أن يتم تسليم الجنات للقضاء بشكل عادل. مصادر صحفية نقلت عن جهات أمنية بمحافظة صلاح الدين كشفها عن ظهور ميليشيا جديدة في المحافظة تطلق على نفسها اسم ثأر الشهداء، ودور هذه الميليشيا هو منع عودة النازحين إلى مناطقهم في المحافظة. بحسب مصادر فإن عدد كبير من النازحين العائدين إلى مناطقهم بالمحافظة تلقوا تهديدات مباشرة بقتلهم من قبل هذه الميليشيات. كما تحدثنا مشاهدينا الكرام، الموضوع اليوم سيكون عن العنف وفوضى الميليشيات في العراق. ما الذي فعلته وما الذي تفعله الميليشيات المسلحة الآن في العراق؟ كيف يمكن أن تتوقف؟ كيف يمكن أن تحاسب؟ من الذي يستطيع أن يحصر السلاح بيده ويسيطر على هذه الميليشيات في العراق؟ هل هناك شخصية موجودة؟ إن كانت موجودة من هي هذه الشخصية بسبب عدم وجود تدخل حقيقي من قبل حكومة العبادي؟ بالعكس هو يلتقي بهم كلقاءات رسمية، ويذهب وزير الداخلية والدفاع لزيارة قيس الخزعلي والالتقاء به والاجتماع به وكأنه وزير أو ربما سفير من دولة أخرى، تعامل رسمي مع هذه الجهات. هناك يعني تعامل يبين أن هذه الميليشيات أو هذه العناصر لديها ثقل في العملية السياسية الموجودة، وبالتالي يصعب التعامل معها على أنها جهات ميليشياوية تعمل خارج إطار الدولة، فيتم التعامل معهم بحذر أو ربما يتم التعامل معهم بخوف أو بسبب تعليمات قد قدمت إلى هذه الحكومة بالتعامل معهم على أساس أنهم مهمون في العملية السياسية وفي هذا البلد. أي شيء يصدر منهم هو أمر منطقي جدا وطبيعي جدا باعتبار أن هذه الاستراتيجية الإيرانية وهم يعترفون بذلك طبعا كثيرا. صحيفة الفاينانشال تايمز جددت التحذيرات من اتساع هيمنة ميليشيا الحشد في العراق على غرار هيمنة ميليشيا حزب الله في لبنان. ذكرت الصحيفة في تقرير لها أن هذه الميليشيا باتت تسيطر على جوانب متعددة من الاقتصاد العراقي، كما بات منتقدوها يخشون من تحولها لحزب آخر كحزب الله داخل العراق. أكدت الصحيفة أن تلك الميليشيات تعد وكيلا إيرانيا قويا في العراق، فضلا عن كونها قوة تخريبية تعمل على إذكاء التوتر الطائفي في البلاد. طيب سوف نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود من بعده من أجل استكمال الحديث بهذه الحلقة، ابقوا معنا. We'll be right back.
حافة أن الأزمة والاحتكاكات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي سنحكي فيها مسألة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا يعاني العراق حاليا من مشكلة الاتصالات والهواتف، وذلك طبعا نحاول قدر الإمكان أن نتواصل مع المشاهدين أو المشاركين. الاتصالات تقطع قبل أن تصل أو تصل أحيانا ثم تقطع أثناء الاتصال. هناك تضييق على الشبكات في العراق، هناك مشكلة بالاتصال مع العراق، ولذلك نعتذر لمن يحاول الاتصال. نحاول مرة وأخرى على أرقام مختلفة لأن هناك تضييق كبير يبدو على العراقيين من أجل إيصال صوتهم إلى الخارج. معنا السيد أبو حسن من بغداد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا هم جماعة عصابة الباطل اللي هم جوالد يقتلون الشيوخ مالتنا، شيوخ نعم يعني الخزرج، فهذول شيوخنا الكرام لا ينسون الثار مالتهم، يعني اول ثاني ترى يشتغلون عليهم هذول السفره، هذول العصاب مال ايران والقذره. فنترجى من اخواننا الخزرج عشيره وشباب ورجال وحتى النساء والاطفال الدافع عن نفسه، ترى هذول ناويكم مية سوداء هذول السفره. طيب الموضوع يعني الموضوع يقف فقط على العصائب ابو حسن؟ يعني العراق باكثر من 70 ميليشيا وربما اكثر من هذا الرقم. أخويا محمد هي كلها مرتبطة ببعضها، يعني واحد مرتبط بالله، فأي واحد يوصل لمرحلة يعني يوصل يومهم، أنا أنصح العشائرنا الكريمة يعني قاتلهم طبيعي، يعني هو جاك الثالث، أنت شو منتظر يقتلك؟ فنرجو منهم إخواننا الخزرة وبقية العشائر الكريمة تقاتل أي واحد يجي ترميه، يعني هو جاي يقتلك هذا. أكو للأسف أبو حسن أكو بعض العشائر تتعامل مع هذه الميليشيات، هناك تجارة بينهم، هناك وفضح هذا الأمر أيضا مع العصائب في جنوب العراق. يعني والله أول أنا حأعطيك فكرة صغيرة أخوي محمد. نعم. أي واحد خائن مصير الموت، يعني حتى بالقصص الخرافية نسمعها أو الأفلام نشوفها، أي واحد يخون عشيرته أو بلده أو أي واحد منهم مصير الموت، يعني هو تاريخ. يعني اي واحد ننصح العشائر الكريمه الشريفه اللي عندها دين وتخاف الله لا ترتبط بدول الخنازير، يعني دول الخنازير فلا يرتبطون بهم ولا يسلمون وياهم، لان ترى مرجعهم الى الله، يعني ما ينفع لا احزاب ولا هم يحزنون. ابو حسن، دوله لم تستطع ان تفي بوعودها، دوله لا تستطيع ان تفي بوعودها ك وعد حصر السلاح بيد الدولة وإبعاد الميليشيات عن الساحة، كيف يمكن أن تبعد هذه الميليشيات إذا كانت الدولة نفسها غير قادرة؟ القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أخوي حيدر هذا لا يحيث ولا 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 يتهم ولا أي شيء. أنا أعطيكم فكرة هم دولة مرتبطين بعضهم، يعني ملة تعبانة ومريضة. فأني أقول لك شيء واحد يا أخوي محمد وتبليغ للإخوان عشائرنا الكريمة، يعني ذولا حتى المتظاهرين هسه بالبصرة ومتحملين الحار والعطش، صدقوني ما ينفذوا لهم أي شيء، وتذكروا كلامي، هذول السفلة جايين يدمرون العراق شعبا وعرضا. حتى هذا يعني هسه أي مسؤول بأي دولة كانت إذا أقول لها دولة قطعوا عليها المي شنو قلت شنو طنطات مو زلم، ما عندكم كرامة، بس هم دولة مو رجال، دولة ألف مرة قلت أنا حتى بالتلفزيون أتكلم، دولة مو رجال مو عراقيين. فيا أخوان ترى دولة ما ينفعكم وما ينفذون لكم أي مطالب، لا تتعبون نفسكم، ما تترجون 10,000 درجة وظيفية، راح يدوب لكم مع محطة ما تحلية، هو الأدوية دزوها دول يبيعوها الميليشيات بالشارع. طيب. بالمحلات. أشكرك أبو حسن، كنت معنا من بغداد، وضحت الفكرة. نأخذ أبو علي من الدجيل، تفضل أبو علي لإطلاعنا على مزيد من تفاصيل المشكلة الحاصلة الآن أو الاشتباكات وعمليات القتل والخطف التي حدثت بين عشيرة خزرج وكذلك ميليشيا العصائب. أهلا بك أبو علي، تفضل. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد، الوضعية في الدجيل يعني ما ينحسد عليها مو بس الدجيل، وأنها في محاولة صراحة الدين صورة عامة.
طبعا الحدود ما بين صلاح الدين وبين صلاح الدين وبين بغدادية مسيطرة من 14 رمضان، مسيطرة من 14 رمضان، مسيطرة عليها العصائب. نعم. العصاب عندهم في مدخل الدجيل عندهم مقر ثابت، هذا اللي يسمونه الشيخ، هم شيخونا يسمونه ابو علي الساعدي اللي موجود في هذه المنطقه. نعم. طبعا هذا بقى بالبدايه صف القراقور، صف المقادنه، عشيره المقادنه اشتغل عليهم، بيش يعتبرونها مناطق يعني مريض الشباب الكل. تقصد تصفيات قتل؟ تصفيات قتل؟ قتل بالبداية كان قتل، ونلقى الجثة ندفن الجثة والناس ترتاح، حتى قام ترخاب الإنسان ما تلقاه، يعني ينفقد ما إلى جهة مجهولة وبس. نعم نعم. قبل تلقى الجثة تدفنها تعرف اللي أخذها الفلاني، بس ما تقدر تحكي يعني أخذوا، يعني ما أريد أقول عشرات وإنما بالمئات أخذوا من هذا بالنسبة للقراقول والمقابلة. نعم. هذه الحالة يعني موجودة، حتى الصور والأسماء موجودة. كملنا على قضية عشيرة خزرج ويا العصائب أبو علي. عشيرة خزرج أنت تدري عندما قتل دولة صار التشيع مال دولة، حتى هم يحاولون ينكرون يقولون ما مو إحنا اللي سوينا هذا العملية، لا خزرج متأكدة من هذا العمل، لأن صاعد ويا دولة الجماعة شخص عنده موبايل وصوره وسجل صوته عنده يحشون دولة من نزلوه من السيارات. تقدر تسعى لنا بهذا المقطع؟ تكار. أبو علي إذا بإمكانك أن توصل لنا هذا المقطع الذي يثبت أن ميليشيا العصائب هي من يقف خلف عملية قتل أو خطف شيوخ عشائر الخزرج. طبعاً بجهد الإمكان أحاول بستيف كل الإمكانية بإذن الله أخذ هذه اللقطة، لأن نعم. صور الأشخاص اللي شالوهم وأرقام السيارات. يا ريت إذا بإمكانك أن توصل لنا هذه المعلومات، هذه المعلومات ستخدم القضية وأكيد ستؤكد من هو الجاني الحقيقي. طبعا الصور ايضا تثبت هذا الموضوع. كمل ابو علي، اريد اسمع منك اكثر عن هذه القضيه الان، ما الذي يحدث في محافظه صلاح الدين في قضاء الدجيل؟ يعني في قضاء الدجيل الان اريد اخلي يسمعوني اهل الدجيل بصوره عامه في عشيره خزرج بالذات، لان بقيه العشائر صفت تقريبا شبه صفوها. اي واحد كان مسؤول او منتسب في النظام السابق 92 اسم عندهم حاليا حسب قول ابو علي الساعدي قائد ميليشيات العصائب في الدجيل، يقول عندي 92 اسم لازم خلال هاي الفتره اصفيها. 92 اسم لازم يصفيهم؟ يعني نقول مو هاي بدايه نهايه، لا، وانما هاي نعتبرها يعني اشبه بالبدايه وهي خطرج. هذه البدايه بتصفيه 92 شخص. عفو. نعم. نعم كمل. هذا يقول لازم يقول تصفيتهم، لازم تكون تصفيتهم. فخلي يسمعوني كثير من الناس اللي موجودين في الدجيل، اخواني واصدقائي اللي اعرفهم واعرف خطوطهم اتصلت بهم ووصلت لهم هذه الفكره، وهم عندهم معلومه اكثر من هذا الشيء، فيقول ما نقدر نحشي لا قناه الرافدين ولا اي قناه لان يعرفون اصواتنا. يعني عندهم اكثر من كلام، اللي يعني عندي اكثر من هذا الكلام عندهم. يعني هناك حديث عن اشتباكات حدثت المغرب اليوم؟ اليوم ماكو، بس البارحه صارت الاشتباكات بعد، يعني ويا صلاه المغرب عشيره خزرج حشدت وعجلت على مقر من العصائب، ابو مقر العصائب عند بي كي سي، يعني سلاح متوسط، قام يرمي على العشائر اللي جت على المقر مال دولة، رمى عليهم، قتل ولد ابوه كان عميد ركن قبل يعني بالنظام السابق، نعم. ولد اللي هذا انجرح بشفه والثاني انقتل. هاي البارحه المغرب عدد ولكن خطفه وراحوا ماكو، يعني ابو علي مجهولة. بكل اللي حكيته وين دور الحكومه بهذا الشيء؟ اللي موجوده السيطره كانت الرئيسيه، ماكو حكومه، يعني ما هذا يعني الامن وين اللي يدخل المفروض يحمي الناس ويسحب السلاح ويلقي القبض على القتله؟ يعني مدير الشرطه شالوش مروا على صفحه، ماكو لا مدير شرطه يقبل وجوههم ولا راي قانون، يعني حتى السوات وياهم تحميهم بالاخير. تقصد العصايب؟ الاشتباك حتى السوات وياهم. العفو. نعم، انا اشكرك شكرا جزيلا ابو علي، وضحت لنا الكثير، وان شاء الله على تواصل مستمر مع حضرتك باعتبارك قريب من الاحداث، وبامكانك ان تطلعنا على اي جديد يحدث في تفاصيل هذه القضيه. نستمع الى راي السيد ابو احمد من الرمادي، ثم بعد ذلك ننتقل للسيد ابو فيصل من السعوديه. ابو احمد تفضل.
نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيك أنا. حياك الله. بالنسبة إحنا ما عندنا دولة عراقية، وإنما ميليشيات وأحزاب. نعم. وعصابات. فإحنا ما عندنا جيش نظامي منظم وسلاح ومن قبل دولة ودولة معترف بها دولياً. ميليشيات وأحزاب أحزابية اللي كانت تتحكم بالشعب العراقي. فأني أحيي أهلنا بالجنوب والفرات الأوسط. نعم. أن يستمرون بالمظاهرات والسلمية، وأناشد الجيش العراقي اللي يحمل الجنسية العراقية والشرطي العراقي. نعم. اللي يحمل الجنسية ومن أمه، أريد من عندهم يساندون المظاهرات وتكون المظاهرات كلها سلمية، ألا يغضون على هاي الميليشيات والعصابات. شلون سلمية يا أبو أحمد؟ أبو أحمد شلون سلمية ويقضون على الميليشيات؟ ما تعرف الميليشيات تشترين أنواع الأسلحة اللي تمتلكها؟ أستاذ كل شيء إلى حد، كل شيء إلى حد. هي وقت ما تحكم ساعة بعد هاي انتهت بعد إجبار وراء. يعني هاي الميليشيات اللي صوروا الجول وجاسوسة لهاي الناس الأبرياء، وهاي المساجين المعتقلين هاي صار لهم على سنين نايمين عليهم، ولا محاكم وناس أبرياء نايمين عليهم. أنا أعتبرهم هسه أسرى عندهم، أسرى مو إنه شو اسمه أسرى. هم جايين بحقن دفين على الشعب العراقي بالكامل. لانه حاربنا ثمان سنين ايران وطلعوا لنا بهاي الشغلات والعصابات يشتغلون بالشعب العراقي. نعم. من شيخ الى بابور الى عالم الى يعني ما خلى عمي دمرنا دمار. احنا نريد قائد عسكري، قائد عسكري ورئاسه الجمهوريه ويحكمون البلد، ناس عراقيين شرفاء مزيين يحكمون هذا البلد ويحافظون على الشعب العراقي اللي ما ظلت لنا سمعه بين الدول. شكرا جزيلا ابو احمد، وضحت الفكره ووصلت الرساله. نقرا بعض الرسائل المشاهدين الكرام التي وردت على الواتساب. يقول أحد المشاركين: السؤال أخ محمد، السؤال للمرجعية، لماذا هي ساكتة عن الميليشيات ولماذا شكلت الحشد؟ أليس هذا اتفاق إيراني على غرار الحرس الثوري الإيراني؟ أيرضى آل البيت بهذه الدماء والأيتام والأرامل والفقراء بالملايين؟ أي دين وأي إسلام؟ إذن لا توجد مخافة الله والرسول، هكذا العراقي رخيص لعنكم الله. ويكمل أيضا يقول أستاذ محمد: كل الدول تتباهى بجيشها ولديها علم واحد يمثل هيبة الدولة، إحنا بالعراق كل عصابة كل ميليشيا عدها علم ورفعت جنبا إلى جنب مع العلم العراقي. يقول: كل عصابة عدها علم وسلاح أكثر من الجيش، والمصيبة بعلم الدولة، المصيبة أن هذه الميليشيات تحمل السلاح بعلم الدولة وبموافقة الدولة ربما. طيب، هاي دولة لو غابة. يقول: سنكمل الحديث معنا السيد أبو مصطفى من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، مثل ما تفضلت، هذه مو دولة، هذه ميليشيات وغابة مال وحوش. إحنا هسه حاليا بالعراق الشارع ما مؤمن ابدا، كل يعني عايشين برعب، عايشين بضيم. كل يعني لا يمكن غابات ولا وحوش، يمكن تصير لك شجره صار لك شجره تتم على روحك. بالعراق ابد ماكو امان. هذه الميليشيات احنا من البدايه نعرفها، هذه مو حكومه، هذه عصابه الله جاب علينا، ما دي من شو ما نعرف، هاي عداء الله عند الله تبقى. الخلاص منهم شلون ابو مصطفى؟ الخلاص منهم شلون؟ الخلاص منهم الشعب كله لازم يكون واحد، والا اذا جهه وجهه مثل ما صار بينا اللي جرى علينا احنا، خاصه المناطق السنيه العرب السنه. يعني لمن كنا نصيح ونقول يا ابوي انا على امريكي وعلى المجوسي، ترى المجوسي ما قبل الاسلام ماكو شيعي وسني ولا كودي. قد نتصل مع السيد ابو مصطفى. عموما نشكره للمشاركه. مشاهدينا الكرام، دراسه لمجموعه الازمات الدوليه ذكرت، طبعا مقر بروكسي البلجيكا، ذكرت ان حكم ميليشيا الحشد في العراق يتوسع مقابل ضعف كبير في مؤسسات الدوله. اوضحت الدراسه ان الميليشيا تعمل او الميليشيات تعمل في السياسه وكذلك في مجال الامن، كما شكل زعماؤها كتل انتخابيه بالاضافه الى تدخل الميليشيات بالمجال الاقتصادي بتنافس مباشر مع مؤسسات الدوله، لا سيما بالمناطق التي استعيدت من سيطره تنظيم الدوله. طبعا هذا تأكيد على دور الميليشيات الآن في العراق وكيف تتعامل مع الملفات الموجودة
ومدى سيطرتها على الأوضاع الآن الجارية في العراق، إن كانت أوضاع سياسية أمنية أو اقتصادية، بالتالي هي مسيطرة بشكل شبه تام على مفاصل الدولة. وزير الداخلية هو عضو في منظمة بدر، منظمة بدر يقودها هادي العامري، زعيم ميليشيا معروف وقاتل مع إيران في الثمانينات، كذلك كثير من البرلمانيين الذين ينتمون إلى أحزاب تقودها جهات ميليشياوية أو تقودها ميليشيات بشكل مباشر. الآن دخلت هذه الميليشيات إلى العملية السياسية بانتخابات، ويعني هناك بهذا التزوير الذي حدث تخرج هذه الأسماء لتتصدر كمقتدى الصدر أو هادي العامري متصدري الانتخابات. طبعا الكل، نتحدث عن الكل، مقتدى الصدر زعيم ميليشيا أيضا ويمتلك هذه الميليشيات سرايا السلام وقبلها جيش المهدي التي عاثت في الأرض فسادا وفعلت وخربت وقتلت ودمرت، هذا أمر لا يختلف عليه أحد. لدينا رسالة من السيد مبروك من الإمارات، يقول السيد مبروك رسالة طويلة للغاية، يقول قد لا تؤدي المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها مدن عراقية منذ أكثر من أسبوعين إلى تغيير واقع الحال في العراق البائس الذي يعاني من غياب كل شيء ونقص في الخدمات لم يمر به بلد سابقا، لكن بالتأكيد ستكون هذه المظاهرات والاحتجاجات بمثابة لبنة أخرى في بناء ثورة تعمل أو تعتمل في النفس في النفوس وتكبر يوما بعد آخر، ثورة لابد لها أن تنفجر في وجه إدارة البلاد الفاسدة، وقتها لن تبقي ولن تذر. الموضوع عن المظاهرات يكمل حديثه السيد مبروك من الإمارات. عموما المتحدث باسم العصائب بالنسبة لقضية الدجيل وعشيرة خزرج وما الذي حدث بين ميليشيا العصائب والعشيرة، نعيم العبودي يقول إن ما جرى في قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين هو نزاع عشائري، ونفى حدوث أي عملية خطف لشيوخ عشائر الخزرج، مشيرا إلى أن مقتل العقيد حسين الفيصل هو قضية جنائية لا تحمل بعدا سياسيا. وأيضا أكد قائم مقام الدجيل أن الشيوخ الثلاثة الذين خطفوا ما زال مصيرهم مجهولا، وطبعا ميليشيا العصائب اتهمت من قبل عشيرة خزرج بأنها هي المسؤولة عن عملية خطف وقتل لشيوخ ثلاثة من شيوخ عشيرة الخزرج، وبالتالي الميليشيا تنفي، لها الحق أن تنفي، ولكن الحقائق ستكشف يوما بعد آخر. الآن كما استمعتم إلى الحديث السيد أبو علي من الدجيل يقول التصوير، هناك تصوير بهاتف جوال للحدث الذي وقع وعمليات الاختطاف، وكذلك الإثبات الذي يؤكد أن العصائب هي التي تقف خلف عملية الخطف والقتل، بالإضافة إلى وجود الشخص المسمى أبو علي الساعدي المسؤول عن مكتب ميليشيا العصائب في قضاء الدجيل أو في محافظة صلاح الدين. هذا الشخص يتوعد كثير من الشخصيات الموجودة في العشائر الموجودة في صلاح الدين بالقتل، ويقول أبو علي بأن هذه الوعود هي بداية لعملية انتقامية أو عملية تنظيف قد تسميها الميليشيات من محافظة صلاح الدين بالنسبة للعشائر، تطهير عرقي وربما تغيير ديموغرافي كذلك يحدث في المحافظة بهذا المسح للعشائر وإبعادها وإخفائها قصرا في سبيل الإتيان ربما بنماذج منتمية لهذه الميليشيات قد تقطن بهذه المناطق قصرا. معنا السيد أبو عمر من السليمانية، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، أنت لو تشوف تصرفات وأفعال هذه الميليشيات الشيعية المجوسية، أنا أقول عليهم دائما أقول هم مجوس صريح العبارة، أستاذ شنو غايتهم هذولا؟ إحنا علينا نعرف، يعني أنا بسأل علمائنا مفكرين باحثين، يعني أنتم ما قريتوا بالتاريخ؟ ما سمعتوا ذولا طلعوا لو ما طلعوا؟ طلعوا لكم كم مرة؟ أبو طاهر القرمطي طلعوا عن حسين وفكروا، وجا لك القرمطي وجا لك الصفوي وجا لك العبيدي والبوي ينجو، لأن أنتم ما تتعلمون، يعني هسه ما آمنتم ما فتحتوا في القرآن ولا بالسنة النبوية، هسه تعلموا من عندها، أنا ما أقول لكم هذول غايتهم يا أستاذ محمد. نعم. هذول قسما بالله العظيم يقول لك احنا منتهين منتهين. الأفعى الأمريكية هسه هاي الأفعى اللي يسموها الأناكوندا أقوى أفعى وأضخم أفعى، هسه تتحول إيران راح تخلصها، شاوا مضوا، لأن أنا البارحة اتصلت بأحد الصرافين بإيران، صاحبي صديقي
كردي من اهل محافظه هنا يسموها بالفارسي تنجج، يقول فرحت لي الان يدور على الدولار الى تاجر ولو 1000 دولار، يقول انا وصل الثاني دولار الواحد ب 13200، مو صح 1200، 13200 زين، يعني عفوا الدولار الواحد ثمن و 2000 ريال، 2000 ريال يعني يقول ال 100 دولار ب 132000 ريال، 132000 ريال وين كان ب 2006 اني صرفت. ابو عمر لا تتعمق لي بالموضوع رجاء، احنا الموضوع عن الميليشيات، القضيه الاقتصاديه الايرانيه موضوع مختلف، بس الدور الميليشيات كثير استاذ، وهو غضب الله جاي عليهم ان شاء الله، بس هم يريدون يوصلون الى استاذ نصر محمد يقول لك احنا انتهينا، وهذه الدولة الشيعية بإيران فاقطة فاقطة، هم يعرفون من خلال التاريخ، فيقول لك احنا نريد نقلل عدد نسبة السمنة بالعراق، نريد نقللهم إلى درجة بحيث يصير عائلة واحدة مقابل 1000 عائلة. شكرا جزيلا سيد أبو عمر، إذن لأغراض طائفية يرى أبو عمر بأنه هذه محاولات إيرانية من أجل التغيير الديموغرافي وكذلك الديني وتغيير التركيبة السكانية بشكل طائفي، هذه استراتيجية إيرانية تنفذها الميليشيات. السيد أبو خالد من قطر تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على أستاذ محمد كيف؟ حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل. تحية إليك وإلى العراقيين الشرفاء. شكرا جزيلا. إذا ظلوا شرفاء. حياك الله. زين أخي العزيز، ما في خلاص من هاي الميليشيات، الكلام اللي وجهته، السؤال اللي وجهته ألا زين تشيلون سلاح. زين هذول كلهم عصابات والعراق فيه خير، هم ليش غلالهم قاعد يبوقون؟ طيب كلهم حرامية، لا تقول لي هذا الصدر وهذا مرجعية وبطيخ، كلهم حرامية. نعم. والحرام الأكبر اللي جابتهم أمريكا. نعم. أمريكا ما تشوف؟ شوف تكلمت. طيب الحل أبو خالد، يعني أكثر ميليشيات بالعشرات وأفرادها بالمئات وبالآلاف عفوا، ويعني السلاح يضاهي سلاح جيش موجود الآن في العراق، هذه الميليشيات كيف يمكن أن ينتهى منها؟ عندما يقول أبو مهدي المهندس حتى وإن أصدر حيدر العبادي أوامر بحل ميليشيا الحشد أو بحل الحشد الشعبي، لن يحل الحشد الشعبي حتى لو كانت بأوامر من العبادي، هذا تصريح مصور لأبو مهدي المهندس، كيف يمكن لهذه الجهات الخارجة عن القانون أن الخارج عن القانون أن تطيع أوامر حيدر العبادي أو أي شخص آخر؟ هذه هو اللي جاب العصابات هذه، هاي أول شغل، ولا يقدر يسوي كل شيء، شخصية ضعيفة حسب معرفتي ولا يقدر يسوي أي شيء. من الذي يستطيع؟ اللي يستطيع الشعب العراقي أول شيء، وثاني شيء الشعب العراقي حطوا يدكم بيد الكرد الكراد والضباط العراقيين والشرفاء العراقيين، هذول اللي يضربون العراقيين ويضربون الشعب العراقي، شوف أم تضربوا شوخ بالدجيل صلاح الدين. نعم بالدجيل، نعم هذول ما عندهم زين، هذول جايين يبوقون لا أكثر ولا أقل، فإذا حطوا شيوخ العشائر، شوف العبادي لما راح على البصرة راح استقطع أساسي يقابل شيوخ العشائر، شيوخ العشائر العراقية معروفة. نعم. كل شيخ والله العظيم وراء لواء كامل، كل شيخ وراء فرقة كاملة، شيوخ العشائر يشيلون سلاح تشيل الناس وراهم سلاح، والضباط العراقيين وهذول من السمين يعرفون حالهم إن. وبعدين شغلة ثانية، هاي القنوات العميلة هي قناتكم الوحيدة اللي تتكلم. نعم. وثاني شيء يعني شلوا حركة البلد، شلوا حركة المطار، شلوا كل شيء، اقطعوا المدن عن بعضها. طيب شكرا سيد أبو خالد، أشكرك للمشاركة معنا. السيد أبو زينب من النجف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله هو بالنسبة للقوات الأمنية يعني حفظ الأمن في داخل الـ أي بلد بالعالم، نعم، يجب أن يحصر في شيئين أو قسمين، في الجيش الذي يحمي حدود البلد والشرطة وقوات الأمن وغيرها اللي تحمي البلد. شنو التغيير اللي ممكن يصير؟ شنو التغيير اللي ممكن يصير بهاي الجهات؟ أيدي الميليشيات وغيرها
لتعيش الأرض فسادا، فهذا غير مسلم به وممنوع وراح تصير فوضى. وإذا كانوا على حسن أن تزج جميع هذه الميليشيات، نعم، إما بقوات الجيش أو الشرطة، وتكون مباشرة تحت أبو زينب. عندنا أخونا أبو علي من الدجيل يقول صارت اشتباكات البارحة بين العصائب وبين عشيرة خزرج بالدجيل بمحافظة صلاح الدين. يقول قائد الشرطة بالمحافظة شالوه وشمروه على صفحة، قائد الشرطة لم يستطع أن يتدخل في حل مشكلة أو نزاع مسلح بين ميليشيات وعشيرة. شلون القوات الحكومية تسمح لنفسها أنه تتعامل مع ميليشيات؟ وين الدولة؟ وين الأمن اللي يسيطر على هاي الميليشيات ويحط المجرمين منهم بالسجن يحاكمون والسلاح يرجع إلى الدولة؟ شو مدى نشوف هذا الموضوع؟ وأنا قلت لك يعني قلت لك السلاح يجب أن يكون حصرا بيد الدولة، أي بيد وزارة الدفاع ووزارة الداخلية فقط. من اللي ينفذ هذا الكلام؟ يسلح جماعته ويروحون ينفذون، قد أنه النية سليمة، ولكن بعض الشباب يروح ينفذ عملية إجرامية هنا وهناك. أبو زينب حضرتك تقول يجب حصر السلاح بيد الدولة ويحاسب المذنب، من الذي سيقوم بهذه العملية؟ من اللي المفروض يسوي هذا الكلام؟ القائد العام للقوات المسلحة. شو مدى يسوي العاد؟ حيدر العبادي 4 سنين خلصت ولايته، السلاح بعده بيد الميليشيات وما حاسب أحد. إذا علي أن يقدم استقالته. ومدى يقدم استقالته؟ ما يعترف أصلا بالمظاهرات، لا يعترف بالمظاهرات الجارية في العراق، ولن يقدم استقالة، يصر على هذا أنفر الدواء، لأن الشعب مال 15 سنة من الكذب والتدليس والنفاق، وأفقر الشعب العراقي وهو أغنى شعب من شعوب العالم. شلون سلطة تسمح الميليشيات بالوجود والعراق بميليشيات وبسلاح وتطلع مرجعية تقول ندعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة؟ طيب شلون إذا كانت الحكومة فاسدة؟ إذا كانت الحكومة مثل ما حضرتك دا تقول ضعيفة غير قادرة على حماية العراقيين، ما تقدر تسيطر على الميليشيات، شلون احنا نطلب كمرجعية انه ندعمها ونشكل حكومة جديدة؟ والله بالنسبة اكو بيت شعر عربي قديم يقول، نعم، اذا لم تستطع امرا فدعه وجاوزه الى ما تستطيعه. انت ما الى قابل يعني تكون رئيس وزراء، دع غيرك اللي يمكن ان يصلح الامور. طيب انا اشكرك ابو زينب. وليد من بغداد تفضل. وليد، السيد وليد من بغداد فقدنا اتصال معه. السيد ابو فيصل من السعوديه تفضل. نقرا بعض الرسائل التي وردت. يقول احد المشاركين: تحيه الى قناه الرافدين. اخي العزيز، نحن متظاهرون من محافظه ميسان، نطالب قناتكم الكريمه بارسال شبكه مراسلين الى المحافظه المتفضه او المحافظات المتفضه لنقل الصوره الى العالم بمصداقيه، كون قناتكم هي القناه الوحيده التي تنقل الصوره بمهنيه ومصداقيه، وشكرا. طبعا الشكر موصول للمشارك الكريم، لم يطلعنا على اسمه، ولكن بشكل عام مشاهدينا الكرام للتوضيح، نسعى دائما بنقل الاحداث التي تمر بالعراق، ان كانت في مظاهرات في محافظات الجنوبيه، او ان كانت احداث او عمليات عسكريه كما حدث في المحافظات الغربيه، او المظاهرات التي سبقتها في الغربيه، او اي قضيه يمكن ان نعرضها لحضرتكم تعرض. قضيه تسليط الضوء على المظاهرات، اعتقد من وجهه نظر شخصيه لا توجد قناه في العالم غطت بقدر ما غطيناه من المظاهرات الموجوده الان في العراق، وسنستمر بالتغطيه، هذا امر مؤكد. قضيه شبكه المراسلين سلطه، وهذا الموضوع يربط ارتباط وثيق بما نتحدث به اليوم، قضيه فوضى وسطوه الميليشيات الموجوده الان في العراق. حكومة اتهمت قناة الرافدين، طبعا من نور المالكي وجريدك قبله وبعده، اتهمت قناة الرافدين بأنها قناة إرهابية من وجهة نظرهم هم، لأنها قالت كلاما يناقض سياستهم.
فقضية شبكة المراسلين للعلم أيضا استهدف مكتب القناة في بغداد، تم تفجيره وطرد العاملون، وهناك معاناة كبيرة عانها من عمل في قناة الرافدين في بغداد. جاءوا إلى يعني بعد ذلك بدأت المحاربة في الخارج. فقضية شبكة المراسلين أعتقد أنه من يعني يعلم عنها أنه يتبع لقناة الرافدين بشكل أو بآخر سيتعرض لضرر كبير، حتى المشاركين يخشون على نفسهم من ذكر أسمائهم الحقيقية خوفا من الميليشيات وخوفا من بطش الأمن بهم من قضية قمع واختطاف وقتل وإعدام ميداني في وضح النهار، إن كان هذا الكلام لا يناسب الميليشيات الموجودة. كم من صحفي اعتقل وقتل على يد الميليشيات في العراق، وحتى هذه اللحظة هناك هذه الأمور تتكرر وتحدث يوميا في العراق، ولا يوجد تدخل حقيقي لا دولي ولا إقليمي عربي ولا حتى عراقي داخلي. معنا وليد من بغداد. بس قبل السيد وليد نتفضل يتفضل بالكلام، سنعمل قدر ما باستطاعتنا أن نوصل رسائل وأصوات المشاركين والمتظاهرين والمعتصمين. أنتم من تستطيعون أن تساندونا بالمقاطع التي تصورون وترسلوها لنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين، تتيح لكم إرسال ما صورتموه وسجلتموه من مقاطع في أجهزتكم النقالة. وليد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بخصوص عمليات الاغتيالات والتصفية اللي بدأت من عام 2003 عندما دخل الاحتلال الأمريكي الغاشم الصهيوني اللي دمر بلدنا وشعبنا، واللي حما ظهر الميليشيات اللي قدمت من إيران تحمل السلاح والحقد الطائفي على مدن الجنوب والفرات الأوسط، تشوف بنفسك محافظات السنية تكريت والأنبار سووا بها، يعني وين أكو جيش أو وزارة دفاع تقتل أبناء شعبها بالوطن العربي بحدود الوطن العربي؟ هل سمعت يوما أنه جيش يعتدي على شعبه ويقتل أبناءه بهذه الطريقة؟ أو هذه العصابات المسلحة اللي تقتل على أساس طائفي؟ طبعا أنا أتأكد أن هذول الشيوخ سنة من أهل السنة والجماعة، يقتلون أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لماذا هذا الحقد؟ نعم. يعني هذول بالتالي عراقيين ويحملون الجنسية العراقية، وإحنا كنا أخوان سني شيعي كردي، إحنا كنا وطن واحد. ليش تخلون اليهود والعرب يضحكون علينا؟ ليش إحنا ما نتحد ونصير إيد واحدة؟ لكن أكو مقولة لأحد القادة يقول ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. هذه المقولة تنطبق على الوضع في العراق. هؤلاء قدموا بقوة السلاح، يحملون السلاح ويقتلون أبناء الشعب. فما يعني الحقيقة أنه إحنا لازم نحمل السلاح ونقاتل هذه الميليشيات. شكرا جزيلا سيد وليد من بغداد، الوقت شارف على الانتهاء. طبعا وردنا الآن على الواتساب، ولست متأكدا من دقة هذه المعلومات، ولكن أحد المشاركين الكرام أرسل لنا صور يقول هذه لعشيرة خزرج من القتلى، وكذلك لصور حملهم السلاح طبعا وبالسيارات. أحد المشاركين أيضا يقول السلام عليكم، قسما بالله من يعتدي أو كل من يعتدي على قبيلة الخزرج في العراق عامة سيعاقب عقابا عسيرا لا مثيل له، سواء كان من ميليشيا العصائب أو من الحشد الميليشياوي، وقد أعذر من أنذر وشكرا. يقول أيضا لدينا رسالة أخرى، يقول السلام عليكم أستاذ محمد، تحية لك وللقناة الشريفة. أستاذ محمد، أين الإعلام العربي من هذه المظاهرات؟ نحيي الشعب العراقي على هذه المظاهرات، بس نتمنى أن تكون ثورة ضد النظام الصفوي العميل والمطالبة بتغيير النظام. هذه فرصة الشعب العراقي يكون على أيادي واحدة وأن يستمروا ضد الحكومة والعصابات العميلة. الحل بيد الشعب أن يتحد مثل باقي الدول العربية، وإلا لا يتغير الوضع بالعراق. تحياتي أبو وليد من سلطنة عمان. شكرا للسيد أبو وليد. ذكرنا هذا الموضوع قبل قليل، هناك ضغط كبير لكي لا يصل صوت العراقيين إلى الخارج. الموضوع نعم اليوم عن الميليشيات، ولكن هذا دور من الأدوار من أدوار الميليشيات في إسكات العراقيين. تابعنا بدر وما الذي فعلته في المحافظات الجنوبية من قتل وقمع للمتظاهرين. عموما نسعى ما في وسعنا لكي يصل صوت المشاهدين الكرام، إن كانوا في المظاهرات أو إن كانوا في مناطق أخرى
في العراق تعاني من ربما مآسي كثيرة. نسعى ما في وسعنا، لكن التهديدات لا تقف، إن كانت تهديدات تأتي لي شخصيا أو تأتي للقناة أو تأتي لأي شخص ربما وطني يريد أن يوصل صوت العراقيين إلى الخارج ليسمع العالم ما الذي يحدث، تهديدات، إرهاب، رعب، قتل، سحل وما إلى ذلك. على العموم نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.